اهلا بنات، الكيكه ديال الخزو والقرقع والاناناس اللي كتجي اكثر من رائعه. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير. اول حاجه كناخد واحد لاباط كونسيرف ديال الاناناس، كنحيدوا داك الماء ديالها حيت غنحتاجوه من بعد، ومن موراها كنطحن داكشي اللي بقالي. تقدروا تنقصوا واحد ثلاثة ديال الدوائر الا بغيتوا تستعملوهم في التزيين. المهم كناخد هكذا زلافه اللي تكون عامره، كناخد كاسونس ديال الزيت، أربعة ديال البيضات، نص زلافة ديال الكركاع، زلافة ديال الخيزو، كاس وربع ديال السكر سنيدة، وجوج خمارات ديال الفاني. غناخد قبيصة ديال الملح بما يعادل هكا ربع معلقة صغيرة، غناخد معلقة صغيرة ديال القرفة، ومعلقة كبيرة ديال الخمارة. هنايا اول حاجه غناخد واحد لو بول غادي ندير فيه خيزو. هكا خيزو كيف ما قلت لكم، اما غادي تطحنوه في الهاشوار تهرمشوه بحال هكذا، ماشي تطحنوه كاع بزاف، اما تحكوه في الحكاكه الرقيقه كاع. زدت على خيزو داك الاناناس، وزدت عليهم القرقع. القرقع حتى هو كتهرسو هكا غير بيديكم الا بغيتيو، اولا بالموس باش ما يتهرمش بزاف، يبقاو داك الطريفات ديالو كبار شويه باش كيجيو عاطين واحد لوغو زوين في الكيكه منين كتعضوا عليها. صافي هنايا غناخد واحد لومول واحد اخر، غندير فيه ربعة ديال البيضات، غادي نزيد عليه سنيده ديالي، وفي هاد الاثناء هادي غادي نبدا كنطرب باش تذوب ليا ديك سنيده مع البيض. كنبدا كنطربهم مزيان، من بعد كنبقى نزيد المكونات ديالي، زدت الملحه، ومن بعد غادي نزيد الساشيات ديال الفاني. وانا بطبيعه الحال كنطرب، يعني ضروري ما تحبسوش من تطرب. صافي هنايا غادي نبقى نزيد الزيت، غادي نزيدو غير شويه بشويه، ما غاديش نديرو دفعه واحده، يعني بشويه بشويه غادي نبقى هكا نكبو باش يطلع ليا يطلع ليا الخليط. صافي من بعد غادي نكب عليه الخليط الاول اللي درت ديال الاناناس وخيزو والقرقع، وغادي نبقى نخلط غير بشويه هكذا بحركات دائريه، ما نخلطش بالجهد، غير بحال هكا غنجمعها. صافي من موراها غادي نبقى نزيد الطحين، تقريبا جوج ديال الكيسان اونص ديال الطحين. غادي نزيد الخميره والقرفه ديالي اللي ما كنتش درت في الاول، غنحرك داكشي مزيان، وغادي نديرو في واحد المول اللي غنكون دهنتو ودرت له طحين طبيعي الحال باش ما تلصقش ليا. صافي من بعد كندخلها للفرن على 180 درجه، من بعد فاش كطيب كنخرجوها وكنسقيوها شويه بداك الماء ديال الاناناس اللي كنا خبعنا في الاول. صافي دابا غندوز نوجد الكلاصاج. خديت نص ديال هاد السطيله ديال الفخوماج، تقدروا تستعملوا نتوما جوج ديال لي فيلادلفيا اولا ديك الفروماج ديال جيرفي، ما تستعملوش الجبلي حيت غيطلق لكم الماء. صافي هنايا درت معاه جوج معالق الزبده والسكر كلاصي على حسب الذوق، تقدروا تستعملوا ثلاثه ديال المعالق كبار اولا اربعه اولا جوج على حسب الذوق ديالكم. حليتها على جوج، درت شويه في الوسط وشويه غطيتها بها هكذا من الفوق، زينتها بالقرقع مهرمش مع الجناب وفي الوسط وشويه ديال البيستاج. نتوما عندكم الحق في التزيين كيف ما بغيتيو، سوا هكا سوا ديروا اي اناناس سوا تخليو غير الفخوماج من الفوق، مهم عندكم الحق في التزيين. وبالصحه والراحه.